كثير زينب كثير بنسمع نحن انه في اشخاص نمط تفكيرهم غير نمط تفكيرنا، او الطريقه اللي بيفكروا فيها مختلفه عن الطريقه اللي نحن بنفكر فيها، ولكن هنن متواجدين معنا بحياتنا اليوميه، ممكن يكونوا او ممكن نصدفهم. ممكن شخص يفكر بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي نحن بنفكر فيها ويعتبر انه هيدا الطريقه هي الصح، ونحن نفس الشيء نعتبر انه نحن طريقتنا صح والفكرة تبعنا صحيحة، وما مدى صحة هيدي الفكرة. بتختلف أنماط التفكير بين الشخص والآخر، هذا رح يكون موضوعنا لليوم مع ضيفتنا الدكتورة غالية سعيد، أخصائية في علم النفس، ضيفتنا الدائمة. كل عام وانت بخير، أول شيء مشان عيد ميلادك، وأهلا وسهلا فيك. وانت كمان شركتي الميزانية، كل عام وانت بخير، ويسعد صباحكم يا رب، وإن شاء الله هيك الأيام الحلوة تكون هيك عم تتسارع لحتى تكون موجودة أكثر إن شاء الله، ونحقق كل الشغلات الحلوة اللي بتتمنوها يا رب. نعم، يسعد صباحك عن جديد. أكيد رح نحكي بهذا الموضوع عن العوامل طبعاً المؤثرة بالأفكار وخاصة بتفكيرنا، شو هي هاي العوامل؟ تمام يا صديقتي. هلأ الفكرة اللي تفضلت فيها سالي وتحدثت فيها أول شيء، كنا عم نحكي عن أنماط التفكير. هلأ خليني أنا أغير شوي المصطلح وأدخل فيكي بشيء اسمه الأنماط التمثيلية. هي الكلمة يمكن معنا كتير معروفة، معنا كتير نحن نتحدثها أو هي مجتمعية، ولكن هي أنماط التمثيل هي تتحدث بالنمط التمثيلي اللي نحن موجودين فيه، اللي نحن منخلق أساساً موجود معنا هذا النمط. الدراسات قسمتهم لثلاث أنماط أساسية، يلي هن السمعي والبصري والحسي، يلي هذا بيكون شيء أساسي نحن بنخلق فيه، يعني هذا الكاركتر تبعك، يعني هذا الكتالوج تبعك، يعني هذه الطريقة اللي أنت بتطلعي فيها على المجتمع. فهندن هدول اللي عن جد بيخلوني أول ما أشوفك أو أول ما أتعرف عليك أعرف أتعامل معك، أعرف أتحدث معك، أعرف يعني نوعا ما أعرف صلة الوصل اللي ممكن تكون بسيطة بيني وبينك. ولكن للأسف ما كتير فئة كبيرة من المجتمع بتقدر تعرف هاي الفكرة، وهذا اللي بيخليني لما ما أعرف نمطك أو أعرف طريقة تفكيرك كيف أنت ممكن تمحوري الأمور، فبصير في بيني وبينك شوية اختلاف. هذا الشيء بيؤدي أنه ممكن أنا ما أفهم عليكي، اتهمك بأنك أنت حدا مانو قريب مني، علك عليك كتير آمال سلبية أنه أنا ما اتفقت أنا وياكي، فأنهي أي علاقة ممكن تكون موجودة بيني وبينك. بس الفكرة إذا أنا من اليوم بصير بعرف على الأقل، إذا مثلاً زينب إلا صباح الخير كيفك، بعرف نمطها التمثيلي من إيماءاتها من وجهها من حركاتها. هو كتير سهل على فكرة، ما أنه كتير صعب ولا يحتاج بس مختصين لحتى أقدر أعرفه. فأنا كتير حتكون المعاملة بيني وبينك سلسة وسهلة، ونوعاً ما حتخف كتير المشاكل اللي بيني وبينك، لأن أنا بعرف هي كيف بتفكر وبعرف أنت كيف بتفكري، فأنا بمشي على نفس الوتيرة تبعك. نعم. وحافظ على علاقتي معك. يمكن اختلاف الأفكار وأنماط الأفكار ممكن تعطينا خبرة ومخزون، ولكن في أشخاص أفكارهم هي رح نقول سلبية وناقدة نوعا ما. تمام. يعني دائما بينتقدوا ودائما هن موجودين بحياتنا، فكيف فينا نحن يعني مثل ناخذ منهم ونعطيهم، ناخذ أقل ونعطيهم أكثر؟ تمام، حبيت كثير السؤال. أول شيء تعالي أقول لك لحتى نجرب نعمل هالمغامرة اللذيذة. جربتي شي مرة وانت عم تحكي مع حدا تقولي يا ترى هذا كيف بيفكر؟ كيف ممكن يتحرك؟ في فكرة بتقول انه نحن افكارنا بتطلع على حركات اجسادنا. كتير الفكرة لذيذة، بس انت لما بتكون حدا ايجابي ومندفع، حدا متفائل، حدا محب للحياة، ففعليا حتبين على الوانك، حتبين على حركات ايديك، حتبين على نبرة كلامك. يعني بين الفرق بين صباح الخير وبين صباح الخير في كتير فرق بيناتهم، مع انه التنتين طالعين من نفس مخارج الحروف ومن نفس الكلمات يعني، ولكن هي بتبلش تعطيني فكرة انه مثلا انا عم بتعامل مع حدا ايجابي، انا عم بتعامل مع حدا ممكن مرن اكثر، عم بتعامل مع حدا يمكن عنده نظرة هيك تفاؤلية اكثر. بينما يجي حدا تقولي له هيك انه لابس الوان معتمه كتير، هيك كتافه هادله، افكاره مدري كيف بشعه، بتحاكيه من هون بيقول لك خلص تركيني بحالي ومالك شايف كيف ومالك وبيبلش بقى هذا هي المائده اللذيذه تبع انا سوري على عمي تبع الندب تبعنا، اللي بنحط انه فلان وفلان وفلان وفلان، فانه توصلي لمرحله اصلا ما فيني احكي معك اساسا لانه انت كثير بالنسبه لإلي يعني عم بتالمني جدا بهذا. صحيح. الكلام. نعم. طيب خلينا نحكي شوي كمان عن تطويع العقل للمواقف. كثير بنلاقي احيانا في مواقف يمكن بتسبب انفعال للشخص. صحيح. او حتى انه يمكن بيندم عليها بساعتها لكن ما بيعرف يتصرف كثير. كيف ممكن الشخص شو ما كانت شخصيته او طباعه انه ممكن يطوع عقله ونفسه للموقف اللي بيتعرض له؟ حلو كتير كمان السؤال. طيب خليني أجرب فكرة أنه أنا وياكي عم نتعامل مع بعض. أنا وياكي لأول مرة تحدثنا مع
مع بعض. مثلا انا حدا اندفاعي وانفعالي وانا لسه ما بعرف شو الكاركتر تبعك اللي ممكن تطلعي لي فيه. فاول ما بلش بحكي معك انا اي حديث، انت حركات عيونك، حركات جسمك، ممكن رجعتك لورا، ممكن ردة فعلك رح تعطيني اي فكره. نقطه كثير مهمه، يوم اللي انا بشعر انه انا مثلا اخطات بحقك او عملت سلوك غير جيد معك او يمكن ما قدرت انا اتقرب منك، هي ما بعرف الفكره وين صعوبتها انه انا اجي لعندك واقول لك انه انا حدا كثير حابب يكون موجود معك، ويمكن انا بدك تعذريني يمكن ما عم بعرف اتعامل مع محيطك لاول مره، فممكن اخذ وقتي لحتى احكي معك او اتصرف معك. بهي اللحظه اولا انا بكون طلعت بطريقه انه انا كثير حدا عم يحاول يتفهمك، ثانيا انت ممكن تبرري لي اذا انا ما قدرت اتواصل معك فتقولي اه انه هي اجت حكت معي، فانا بتعطيني بتصيري فرصه مره او ممكن تشرحي لي انت طباعك فبهالحاجز تمام. فبهالحاله شو بتصير العلاقه مرينة، ممكن تتحدثي فيها انه بتعرفوا انه انا وغالية لما تعرفنا على بعض وصلنا اصدقاء هيك عملنا وهيك حكينا، فلذلك بتلاقي العلاقة كتير متينة. اما لما بتبنى العلاقة على العشوائية او على ولا شيء، في ناس بتمعن الحكي عم تكوني عم تحكي بشكل عام وتوقف لك على كلمة بتحسي هي انه تمام انه انا عندي الدفتر عم بكتب لك اخطاء انه هي كلمة تبع انه شو قصدك شو قصدك، هي نقطة كتير مهمة انه انت عم تحكي مع حدا او عم تفكر بطريقة مع حدا مثل اللي بيزعل لحاله وبينترك انه انت تيجي تصالحي أربع خمسة أيام هو هيك قالب وجهه وما عم يتحدث معك وشي. آه شو الفكرة؟ ليش ما عرفت لحالك؟ لحظة أنا بكتالوكي ما لازم أعرف أنه أنت زعلان لأنه أنا ما عندي الداتا تبعك، أنت اللي لازم تيجي تعبر لي أنه ليك أنه أنت عملت شي غلط، وأنا يمكن بجوز أنا كلي مالي منتبهة، ماني عارفانة أنه أنا زعلتك أو أنا ضايقتك، أو يمكن الكلمة طلعت طبقت على تجربة عندك فعملت لك هيك يعني تاتش أو شيء، فأنت لازم تخبرني. هي هيك كلمة العام، معقول مالك عارفان أنه أنت عامل هيك؟ أكيد ماني عارفان لأنه أنا ما بكون قاصد أني أنا ضايقك أو زعلك. صحيح. فهي فكرة أنه أنت تدخل على عالم حدا تاني تعرف شو كيف هيك قاعد مثلا، كيف طريقه لبسه، كيف عم يتحرك، كيف الكلمات اللي بتحكي، الكلمات المفتاحيه ما بتتخيلوا قد هي عن جد سبب، هي بس شوي نفكر فيها الكلمات المفتاحيه، يعني اول حديث معك، اول انطلاقه بحديث بيني وبينك، اول فكره ممكن تطلع بيني وبينك، هي بتحط لك نقاط اساسيه لحتى تبلشي تتعاملي مع هذا الانسان على طريقه صحيحه. يمكن التصرف بعفويه دائما بيوقعنا بمشاكل او بيوقع الاشخاص العفويين بمشاكل. قديش كمان حلو انه اي اثنين رفقات، اي اثنين زملاء، اي اثنين بحبوا بعض، اي اثنين ازواج، يعني بغض النظر عن طبيعة العلاقة يكون في عملية مصارحة أكيد بجميع الأفكار اللي بيحملوها، ما نخبي نحن شيء معين لما يصير بالنهاية حقد، ولكن قد كمان مهم أنه نحن نعطي من أفكارنا أو نقدر نقنع الشخص اللي مقابلنا بفكرة معينة هو متخيلة لا غلط وهي تكون نوعا ما صح كتير قد ما بتتخيلي، بس بشرط واحد، انت قادرة على فكرة تحطي افكارك ومعتقداتك باي شخص تاني اذا عرفتي المفتاح الصحيح. مو بيقولوا لكل قفل فيه مفتاح ولكل كتاب في مانشستر عدد تعرفي هو؟ طيب انا كيف بدي فوت لعندك واطلع لك بافكاري وانا اساسا ما بعرف انت كيف بتفكري؟ كيف ممكن اقنعك بفكرة انه مثلا خلينا نقول نبدل القهوة بدل الشاي الصبح وانت اساسا انا ما بعرفك انت كيف مرائك الصبح مثلا، فمعناتها على هالحالة انا لازم فوت لعندك. اول ما بدي اعرف انا وبدي احط فكره عن سالي او حاولت خليها تقتنع بفكرتي، بدي اعرف سالي كيف بتفكر، بدي اعرف سالي كيف نظرتها للحياه. يا ترى سالي هل هي من الاشخاص القياديين؟ هل هي من الاشخاص اللي بيصلوا يصلحوا ويكونوا مستشارين؟ هل من الاشخاص اللي بتاخذ قرارها بسرعه ولا بدها وقت انك تركيني لحتى افكر وتعي ثاني نهار؟ هل هي من الناس الايجابيه؟ هل هي من الناس اللي كثير مندفعين وعندها كل شيء انه يلا ما في مشكله؟ هل هي من الناس تؤخذ بالصور أم تؤخذ بالسماع أم تؤخذ بالإحساس؟ فمجرد ما تعرف هدول الكلمات المفتاحية طريق أسلس أسهل. أوكي بتتعذبي لتفوت تحطي يعني هيك تاخدي زاوية بحياة هذا الشخص، بس أسلس بين ما تكوني أنت عم تعملي هيك كتير مشقات لتفوتي لعنده، بين ما أنت حدا بكل سلاسة لقيتي حالك صرتي جوا أخدتي زاوية مرتبة بلشتي تبسي منها أفكار والشخص متقبلك لأنك بتعرفي تتعاملي معه. كتير بنسمع كلمة هذا الحدا بيعرف يتعامل معي، هذا الحدا بيعرف يقنعني، يعني حتى لدرجة انه انسى اذا بدي اقنع سالي فبروح لعندك انت مفتاحها، وهي بتقلك بتعترف بتقلك ايه هي بتعرف تحاكيني كيف وشلون انا ما بعرف. فهي بتدرس حركاتك قعدتك بتعرف انه انا لازم اقلك هلا لا ولازم هلا اقلك ايه، لازم هنا هلا اقلك شو حلو هاللون اللي لابستيه، رح تضحكي رح ترجع هيك لورا
فانت صرتي تدخلي فيها بالموضوع. خليني اقول هو شوي احتيال ايجابي او سياسه تكتيكيه لحتى انا اقدر اتعامل مع كل الاشخاص حلو. الاخرين حلو. بس عن جد كثير لذيذ وعن جد كثير ممتع وعن جد كثير من مشاكلنا بتنحل على فكره انت ما عم تفهمني وانت ما عم تفهميني وفي بيناتنا هيك شقاقات والقصص هيك كلها، بتلاقي انه صار في مرونه اكثر بالتعامل. غاليه يمكن كثير من الصبايا حتى الشباب في سن معين بيكون فيهم ما عم يعرفوا يتعاملوا صح. لتجارب الحياه شوي هيك تختبرهم حتى يقدروا بقى يوصلوا لهي المرحله من التعامل، وخاصه بين الرفقات بالعلاقات، يعني دائما بتلاقي في غيره، في حكي بينسمع، ما في تاكد، في تخبط بالعلاقه طبعا. فن التعامل اليوم اذا انت عم تتعاملي مع حدا جديد فايت على هيك الحياه خاصه الجامعيه الحياه العمليه، بيكون هذا يعني هلا عم بيعيش يمكن اولى خطواته العمليه خلينا نقول تمام. شو بتنصحيهم لهدول العالم اللي هلا نحن كثير عم نوعيهم لانه نحن خلص مرقنا بتجارب حياه اخذنا يمكن فكره الفترة شوي الفتره اللي بعدنا تمام. هلا الفكره اول شيء لك انه نحن ناخذ بالهيئه العامه، كثير الناس بتظلم الهيئه العامه اول ما بتشوفي هذا الشخص، الهيئه العامه هي بتعبر عن طريقه افكارك. في ناس بتقول لك هذا شكله لئيم او شايف حاله ما بدنا نقرب، في واحد تقول هذا شكله كثير حباب ولذيذ وبيطلع بالعكس على فكره. صحيح تمام. هي الهيئه العامه هي اللي بتظلم الاشخاص الاخرين مثل ما قلتي تماما، يعني انت قد ايه حق شايفه عالم وحاكمه عليهم، يي لئيم ما بدي اقرب، يي شكله كثير ودود وبيطلع بعدين مخبي لك اشكال مرعبه بعد ورا هذا اللطف اللي بيكون موجود. فاكيد انا بقول لك اول شيء الهيئه العامه لا تاخذيها هي يعني طابع اساسي، بس لها مساحه كثير كبيره تماما. بعدين الكلام الكلام ثم الكلام ثم الكلام، يعني بين كلمه مرحبا كيفك شو اخبارك، بين ما ياخذك نظره هيك من فوق لتحت تبع انه شو بدك، بين ما يقلك اهلين كيفك وانت تمام شو اخبارك، بلش يفتح الحديث تماما. فنحن دائما من انه لما بتتحدثوا مع اي اشخاص اخرين احكوا بالعموميات، لا تحكوا دغري بالخصوصيات، ما في حدا بيكون شاطر دغري ينفتح عليك على خصوصياته ويقول لك انا كذا انا كذا انا كذا، فالعموميات هي دائما فيها نقطه او فيها مدخل سري لحتى اذا اخذتي القبول رح يدخلك هذا صحيح. الشخص ويقول لك تفضلي على حياتي لنصير انا وياكي اصدقاء او لنصير بيناتنا اي علاقه شو ما كان نوعها. صحيح غاليه، اذا بدنا نتعمق ايضا بالكلام ايضا العيون ممكن تعطي فكره وبتحكي احيانا أكيد. فانت بالشخص من عينه بتعرفي اذا هو احيانا بيقول والله من عيونه باين ذكي صح. او حربوق يعني عنده لمعة عين مبين انه هذا الزلمة ذكي او هذا الزلمة ممكن يتقبل، احيانا يعني بتاخذي فكرة من نظرتك له. قديش مهم ايضا قراءة العيون وما الكل بيقدر يقراها، يعني حتى لو ما كنا نقدر نحن نقراها بس بيقولوا لك العوام العين بتفضح. حكيتي كلمة كثير حلوة، ليه لما بتكون عيونك عم تلمع اول فكرة العوام بيقول لك شكلك في حدا بحياتك، ما بعرف منين طلع هذا التعبير، مو ضروري حدا يكون في فكرة حلوة ممكن يكون في فكرة ايجابية حلوة بحياتك بس دغري بياخذ على العيون. فعلا لما تكوني تعبانة عيونك بتحكي، زعلانة مبسوطة فرحانة متضايقة، هي نظرة العيون اللي بتتحدث بكل شيء عن جد صحيح. إيه؟ فأنت لما بتطلع على نظرة العيون بتقولي أنا حبيته من عينه، حبيته هيك من او بيقولوا لك مثل ما قلتي هيك باينته ذكي او باينته لئيم او باينته من حجر صح. عينه هي بالعوام اكثر لما بيحكوها، فلغه العيون كثير كبيره. وانا دائما بنقول نحن لما بدك تتحدث لانسان وتملك انسان فحاول دائما تطلع بس على نظر عيونه، ما بتتخيلي قديش ممكن اولا تضبطيه اذا كان هيك مش ولا بده عم هيك يعني يتسايس ويتحايل عليكي، فخلي دائما الفوكس تكون على العيون، فهو اوريدي هيك بالضبط، يعني لانه كنا صغار والماما تطلع بعيونك هيك فانه انا لا خايفه، فخلي دائما الضبط على العيون ودائما خلي الحديث متجه الى العيون لانه العيون يمكن بتترجم اكثر ما تترجم الكلمات. ما بتكذب يعني عليكي، هي ما بتكذب، يوم يكون حدا بيحبك وعم يتطلع فيكي ما فيه يكذب ابدا، لانه قد ما حاولتي تخبي شكل جسمك وحركات جسدك فهي العيون بتفضح اكيد. ولما بتكوني مبسوطه متضايقه زعلانه فاي لحالها العيون بتحكي نعم. ففوكسوا على العيون بكل حركه انت عم تتحدثي اكيد فيها. وبالختام يا غاليه اكيد الكلمه الحلوه هي مفتاح القلوب واللطافه، يعني هي الخلاصه والعنوان العريض. نحن بنتشكر كثير لوجودك معنا واستمتعنا كثير بهالفقره. تسلمي لي، شكرا لكم، بتمنى لكم كل السعاده والايام الحلوه يا شكرا رب. شكرا لك غاليه ضيفتنا الدائمه بصباحنا شكرا. غير ان شاء الله يا رب هيك يكون لنا وقفات ثانيه بمواضيع ثانيه ممكن نستفيد نحن منها وايضا مشاهدينا.